أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. في هذه الحلقة عاوز أقول العنوان: ما زلنا نصلي من أجل المشاهدين. يعني إحنا طلبنا الصلاة من يوم الثلاثة والأربعة واليوم الخميس، نرفع كل الاحتياجات وطلبات الصلاة، وكتير طلبات عم تصل عن طريق الفيسبوك وعن طريق وسائل أخرى. أنا عاوز أشجع كل مشاهد ومشاهدة، كونك أنت بتبعت طلبة صلاة هي عبارة عن صلاة. الله شايف قلبك وعارف احتياجك، والله يصر باستجابة الصلوات. مكتوب في أرمية 29:11: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. فتدعونني وتذهبون وتصلون فأسمع لكم، إن كنتم تطلبونني فتطلبونني فتجدونني، إن كنتم تطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم. الرب موجود، إذا بتطلب من كل القلب الرب حي وبيسمع وبيتفاعل وبيستجيب. إحنا جايين بالثقة إلى عرش النعمة، جايين ببساطة الأطفال، بنقول يا رب زيد إيماننا، وفي نفس الوقت جايين بإيمان وبثقة إن هاي الصلوات تكون حسب مشيئة الرب ولمجد الرب. وجايين يعني أول شيء من قلب طاهر، إن الرب يطهر قلوبنا وينقينا من كل خطية. صليها إن الرب ينقيك من كل خطية، ونبتدي نشوف هيك استجابات الصلاة. في طبعا طلبات كتيرة، في الأخت نادرة ماركوس: صلوا من أجل ابني ريمون، الله يشفيه، آمين يا رب في اسم الرب يسوع. طبعا هون في طلبة صلاة بدون ذكر اسم، بتقول: من فضلك بدي صلاة من أجل بنتي، الله يطعمها الخلفة الصالحة بعد فترة من محاولة وتكون خلفتها أصحاء، ومن فضلك بدون ذكر أسماء. الرب شايف، الرب عارف، ومنصلي مثل ما أطعم سارة، ومثل ما أطعم حن أم صموئيل، ومثل ما صنع معجزة مع أليصابات أم يوحنا المعمدان، يصنع المعجزة مع بنتك، الله يطعمها الخلفة الصالحة وأيضا تكون صحية وصحيحة. فادية بتطلب صلاة لأجلي لأنه أشعر بالفتور الروحي، صلي لي حتى أشعر بالسلام. مكتوب: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، وليملك في قلوبكم سلام المسيح الذي إليه دعيتم. هاي دعوة المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. أنا بصلي في اسم الرب يسوع، يعطيك سلام خارق، سلام من السماء، يملأك من ثمر الروح القدس سلام، وتتمتعي بسلام العجيب من رئيس السلام، من الرب يسوع المسيح، له كل المجد. من أجل دالي دول: أنا أختكم دليلة من الجزائر، صلوا من أجلي، عندي كيس مائي في المخ في اسم الرب يسوع. في اسم الرب يسوع منصلي يا رب من أجل دليلة، من أجل أختنا في الجزائر، تتحنن وتمد يمينك الشافية وتلمسها لمسة شفاء، تعطيها الصحة الكاملة في اسم الرب يسوع المسيح، آمين. ساهر بيلا: أتمنى أنك تذكر والدي مرقس دانيال، مريض بجلطة دماغية وفاقد النطق وشلل نصفي وأيضا انسداد بشرايين القلب، وتعبان جدا، وألف شكر لكم. يا رب إحنا بنرفع أخونا مرقس دانيال في اسم الرب يسوع. يا من أخذت أسقامه وحملت أمراضه، نصلي ونعلن أنه بجلدتك شفية، زيد أيامه يا رب
واعطيه الصحة الكاملة في اسم الرب يسوع، امين. من اجل الرزق وايجاد عمل من اجله. هاي الاخت ميس بتطلب، الرب يباركك ويستجيب لصلواتك، واحنا بنصلي الرب يسدد جميع احتياجاتك. مكتوب الرب راعي فلا يعوزني شيء، انما خير ورحمه يتبعانني كل ايام حياتي، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. الاشبال احتاجت وجاعت، واما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير، فيملأ الهي جميع احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع، له المجد في الكنيسه الى جميع اجيال دهر الدهور، امين امين في اسم الرب يسوع. وكمان صلاة من اجل اختي مورين وزوجها من اجل يسوع، يرزقهم بطفل باسم يسوع، صلوا من اجلهم، امين في اسم الرب يسوع. هذا العام الرب يعطيهم طفل ويكون صحي وصحيح. سهيلة فحل، صلاة من اجل اولادي وخلاصهم ويتمجد اسم الرب يسوع في حياتهم، امين في اسم الرب يسوع. الرب يلمس كل احتياج وكل يعني يلمس كل نفس ويخلص ويكتب اسماء في سفر الحياة. الاخت باسمة نجيب، صلاة من اجل اولادي انه يحفظهم ويبارك حياتهم ويبعد عنهم كل شر وكل شيطان. ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. هذه الصلاة يا رب من اجل اختي باسمة في اسم الرب يسوع. الاخت سلوى زطام بتصلي بتشكر الرب وبتكمل الصلاة من أجل أختي ابتسام حتى ربنا يلم شملهن، وشكرا. احنا صلينا يا أخت سلوى ورح نكمل بالصلاة من أجل أختنا ابتسام حتى الله يتمجد وفعلا يجمع ويلم الشمل. طبعا مش عدالة بسبب الحروب وبسبب الأمراض وبسبب يكون هذا الانفصال وهذا الانقطاع واللي بيتألموا طبعا الأولاد. بصلي من أجل أختنا ابتسام وزوجها وبنتها، الرب يجمع شملهم هاي السنة. كمان الأخت سوا بتطلب صلاة لكنتي من أجل إطلاق شغل، تشوف شغل. طبعا حاسين وشعرين مع كل الناس اللي خسروا أشغال وأعمال، ولا سيما في هاي الفترة الصعبة. بنصلي في اسم الرب يسوع، ربنا يفتح السماء ويعطي نعمة خاصة ويفتح أبواب العمل ويزلل كل صعوبة في اسم الرب يسوع، امين. من اخونا علي بصلي يا رب اعطيني سؤل قلبي والمس قلب زوجتي بقوة الروح القدس لتؤمن بك انك انت الاله الحقيقي يا رب في اسم يسوع البار، امين. يا اخ علي احنا بنشعر معاك، ولا سيما اللي بيجوا للمسيح يسوع. بنصلي من اجل زوجتك ومن اجل كل العائلات، ولا سيما اللي من خلفيات غير مسيحية يعرفوك مثل ما صلى يسوع، وهذه الحال أبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته في اسم الرب يسوع المسيح. رب يعطي سؤل قلبك يا أخوي علي. موزس من موزس ملبون بيطلب صلاة من أجل ابن الحبيب ذو 6 سنوات يعاني من ورم في المخ والنخاع الشوكي. مؤمنين بالرب يسوع انه معاه في كل حين ومتكلين عليه في كل شيء وانه سوف يشفي بلمسة الرب، امين امين يا اخ موزس، امين امين في اسم الرب يسوع. تلمس يا رب هذا الطفل 6 سنين، تبعد عنه اي مسبب اي عوارض لاي مرض. بنصلي انك تشفيه من ورم اللي في المخ والنخاع الشوكي في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب إله استغثت بك فشفيتني، مد يمينك الشافي وتحنن عليه في اسم الرب يسوع. نادية بتصلي من أجل الصحة للعيلة، آمين في اسم الرب يسوع المسيح. أمال أونستاس بتصلي من أجل الأولاد جورج روبير وريمي وفيرا،
الرب يلمس قلوبهم. آمين آمين في اسم الرب يسوع. نتحد معاك ونتفق معك في الصلاة، وكل الإخوة اللي بيسمعونا يصلوا من أجل هذه الأسرة. نسرين شاهين، صلاة من أجل لم شملي مع عيلتي، وحتى أمور تتيسر وأخوي يرجع لمسار الصح في حياته. آمين. الرب يلم شمل العيلة ويلمس أخوك ويسدد كل احتياجات العيلة في اسم الرب يسوع المسيح. أخسيني سامي، يمكن الاسم مش لافظه كويس، بس هون الأخت بتطلب صلوات من أجل أبناتي سيليا المريضة اللي هي من الجزائر، وشكرا. احنا منصلي من أجل بناتك في الجزائر، رب يلمسهم والرب يتحنن عليهم والرب يعطي الصحة والشفاء الكامل في اسم الرب يسوع المسيح. ريم حبايبي، الرب يبني كل ما هدم إبليس في عائلاتنا، ويهدم الرب كل ما بنى إبليس في بيوتنا باسم الرب يسوع. آمين آمين. طبعا إبليس يجول كأسد زائر ملتمس من يبتلعه، لكن الرب يسوع قال أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ومكتوب أيضا قاوموه راسخين في الإيمان. عندما نقاوم إبليس يهرب منا في اسم الرب يسوع المسيح. فريدة كلاف، أمين يا رب، صلاة من أجل أولادي أيتام، رب يكون معهم ويرزقهم ويحميهم. نعم يا أختي، الرب مكتوب عنه قاد الأرامل وأبو الأيتام، هو اللي بيقضي وهو اللي ببارك وهو اللي بحامي عنكم وهو اللي بيحميك وبيسدد كل احتياجاتكم في اسم الرب يسوع. بتقول خصوصا حسام أن الرب يفتح قدامه وينجح سائد بالتوجيه. الله يبارك في اسم الرب يسوع. آمين. فريال بلبوس، صلاة من أجل بيتي، أطلب صلاة من أجل أولادي في الغربة يسهل عليهم يا رب. منصلي ومنتفق مع أختنا فريال. طلب صلاة من أجل مريض السكري والمعدة، والرب يحفظك. منصلي في اسم الرب يسوع من أجل كل مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول اللي هي أمراض هذا العصر، إنه كل اللي بيشاهدونا تعطي الصحة وتعطي الشفاء الكامل. ننتهر كل مرض وكل ضعف في اسم الرب يسوع. آمين آمين. فريدم أم ديس، صلوا للأجل حمايته وسلام الداخلي. آمين في اسم الرب يسوع. إيفون وهبة، صلاتي من أجل شفاء الهامي، وإيفون صلاة من أجل الشفاء في اسم الرب يسوع. نتحد معاك في اسم الرب يسوع المسيح. سهام الصفار، صلي لي من أجل ابنتك أماندا، فهي بحالة حرجة في المستشفى، يا رب تزورها زيارة خاصة في المستشفى وتعلن سيادتك وسلطانك عليها وتمد يمينك الشافي. مكتوب وجميع الذين لمسوك نالوا الشفاء. أختنا تريزيا كوراني بتقول ربنا يباركك بخدمتك، أطلب صلاة من أجل شفاء لأخي بالعراق عامل عملية بتر قدم، وربنا يشفي من ترك التدخين السجاير ومن شرب الكحول. آمين. الرب يصلي، الرب يحرر من هذا الإدمان، لأنه من يفعل الخطية فهو عبد للخطية، لأن من إن سبق وأخذ في هذا الموضوع واستعبد في هذا الموضوع، إحنا منصلي حرية وشفاء. المسيح هو المحرر الأعظم، بحرر من كل إدمان، سواء مخدرات سواء سجاير وسواء الكحول والمسكر في اسم الرب يسوع. وصلاة من أجل بنت أختي بالعراق أيضا، دايما تطلب صلاة بتقول أنا عاملين للسحر، تعباني نفسيتها جدا. وصلي من أجل ابن أختي أيضا، أجل راحته النفسية، تعباني والقرنية عينيه، القرين تبعت عينيه ضعيفة جدا،
وما يقدر يعمل عملية لأن حالتهم المادية تعبانة جدا. اسمه ماهر، كان موظف بشركة نفط، ترك الوظيفة قبل 4 سنوات، كان وعنده كآبة حتى حاول، مش حقدر أقول هاي الجملة، كان يعمل يرتكب جريمة يعني، بس من أجل بتصلي من أجل كل مريض وتعبان في اسم الرب يسوع. يا رب احنا بنكسر كل قيد وكل سحر، كل آلة صورت ضد هذه الأسرة لا تنجح، وكل لسان يقوم عليهم يحكم عليه في القضاء. يا رب اكسر كل القيود، كل الأعمال السحرية، كل الحجابات، كل التعاويذ، غطيهم احميهم بالدم واعطيهم الشفاء الكامل وحررهم في اسم الرب يسوع، آمين. وائل عزيزة، صلاة من أجل خلاص النفوس، بيت أهلي بعيدين كل البعد، كمان بيت أخوي ناهل، ولأجل خلاص عم سعد وصباح عزوز وأخت دكتورة حنين مع خالص محبتي، صلاة شفاء لعيني مصابي، وكمان صلاة لأجلي دعوة الرب خارج بلدي العراق أن يتم مشيئته بأسرع وقت، وكمان وعد زواجي، وشكرا. آمين. كل هاي الطلبات بنحطها بين إيدين الرب، لكن أهم طلبة هو خلاص النفوس وشفاء الأمراض، وطبعا الرب يعطيك سؤل قلبك أنه تعمل القرار الصحيح في موضوع الارتباط في اسم الرب يسوع، له كل المجد. ابتسام توما، صلي لأجل المريضة أماندا، من أجل صديقتي مصابة بالكورونا، صلي لأجل كل أقاربي وبيتي في اسم الرب يسوع المسيح، بصلي انك تلمس يا رب أماندا، تشفي صديقتها من الكورونا في اسم الرب يسوع، وبصلي من اجل كل اقاربها وبيتها، مكتوب اما انا وبيتي فنعبد الرب في اسم الرب يسوع، امين. نجاة تشيري، prayer for all nephews, nieces and their families to have blessings of God in their lives and be protected from devils by the name of Father, Son and Holy Spirit. Yes, Najat, in Jesus' name we ask to bless and heal and save all your family and all your relatives. Prayer for healing and blessings for Canon Odisho. In Jesus' name, in Jesus' name we pray for healing. منصلي من أجل أختنا نجات وكل عيلتها، صلاة البركة والشفاء والخلاص لكل الأسرة في اسم الرب يسوع، أمين. هنا بدون ذكر اسم، تصلي لبنتي ترجع للبيت، هي خرسة ما بتتكلم وأصدقاء سوء عم بضحكوا عليك عليها، أرجوك يا رب يا رب رجع هاي البنت واشفيها وخلصها وحررها ورجعها لأهلها في اسم الرب يسوع، أمين. أميرة حنة، صلاة من أجل ابنتي ساندرا ورجوعها إلى البيت والرب يبارك، آمين. يا رب إحنا نثق إنه ترجعها هذا الأسبوع لبيتها وتلمس كل أفراد الأسرة ويكون خلاص. كمان طلبت صلاة بدون ذكر اسم، صلاة لبنتي الله يطعمها الخلفة الصالحة بعد فترة من محاولة تكون خلفتها أصحاء، نعم يا رب المس هذا الطلبة في اسم الرب يسوع، كما صنعت معجزات في القديم وما زلت تصنع المعجزات، اصنع هذه المعجزة مع هذه الأخت وطلبتها يا رب من أجل بنتها حتى يطعمها الخلفة الصالحة. منى متري بتصلي، أنا منى متري مريضة بمرض مناعي وباخد أدوية أثرت على العظم وتسبب في ارتفاع السكر والرجلية تكسرت ومش بتتلائم، باخد أدوية تنزل المناعة ومع وجود كورونا مش بخرج خالص، حياتي تلخبطت تسديد احتياجاتنا مع وجود مسؤوليات تجاه أمي مادية ومسؤوليات تجاه حفيدتي، كمان صلاة من أجل السلام والأمان لعيلتي باسم يسوع، صلوا من أجلي أرجوكم، بمر بمرحلة سيئة جدا في حياتي، أمين يا أختي. مكتوب أدعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني، مكتوب عنك يا رب أنت لا تحتقر مرذلة المسكين، بل ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنصحق يا الله
لا تحتقره. اشفي يا رب جسدها، قوي عظامها، كل خلية، كل عضلة، كل عظمة، والمس كل العائلة في اسم الرب يسوع، آمين. باسمة، أطلب صلاة من أجل شخص اسمه يوسف، هو عرف الرب عن قريب، نطلب صلاة من أجل قيود الماضي عم برجع لها، وبيكون في ضعف، من صلي من أجل كسر لكل الماضي، ويكون انفصال تام، ويمتلئ من محبة المسيح ومن غفران المسيح، ومنصلي إنه الرب يعطيه تحرير كامل في اسم الرب يسوع، آمين. جرية، تطلب صلاة من أجل زوجي وأولادي في اسم الرب يسوع، نرفع كل الأسرة الرب يلمسهم. أديب هومز، صلي من أجلي، أنا محتاج، صلي الرب يباركك، بصلي لك في اسم الرب يسوع المسيح. وردي عبد المسيح، صلاة لي أجل أدمن من المشروب جوزي، في إدمان الظاهر على الكحول، يا رب أنت تكسر هذا الإدمان في اسم الرب يسوع. وتعرفون الحق والحق يحرركم، فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. هيفاء كاكوز، صلاة من أجل شفاء بنت عمي أماندا الموجودة حاليا في المستشفى، صلاة من أجل ابن أونيل لديه امتحان معادلة الشهادة في الصيدلة، ومنصلي حتى الرب يبارك ابنك وينشحه، من أجل شفاء بنت عمك الموجودة في المستشفى، الرب يزورها زيارة خاصة، ونحن ننطق كلمة الإيمان كما قال قائد المئة، قل كلمة فيبرأ غلامي، ننطق كلمة الإيمان في اسم الرب يسوع وتلمس في المستشفى، آمين. جاكي سابا، بتشكر الرب على البرامج المعزية، أنا الأخت جاكي أطلب منك صلاة من فضلك لأجل ابنة شارلي وابنتي سوزي، حتى الرب يشفيهم من كل أوجاعهم النفسية والجسدية باسم يسوع، وشكرا لتعب محبتك، أمين أمين. احنا نتحد معاك بالصلاة، ونتفق معاك من أجل خلاصهم، من أجل أنه الرب يلمسهم ويشفيهم في اسم الرب يسوع، آمين. بثينة شماس، من أجل زوجي وأولادي، والرب يحمي الجميع، آمين في اسم الرب يسوع. جنان الربان، طلب صلاة لأجل عائلة أولادي أحفادي، أن يضعهم في أحضانه ويبعد عنهم كل شر، آمين في اسم الرب يسوع. جنان الحداد، صلاة من أجل زوجي بيعاني من ألم في الكلى، صار له 6 شهور حالة تعباني، ونجاح ابني بامتحان البكالوريا وتسهيل سفر ابنتي، من الرب نطلب، آمين آمين في اسم الرب يسوع. من أجل زوجك الرب يعطيه الشفاء الكامل، وبصلي من أجل ابنك نجاح كامل، ومن أجل سفر بنتك الرب يذلل كل صعوبة في اسم الرب يسوع، آمين. هند أث زيد، طلب الصلاة من أجل إنارة البصر والبصيرة في الجزائر التي تعيش في أعماق الظلام، إحنا يا أخت عم منصلي من أجل الجزائر، الرب يحمي ويحافظ على الكنيسة، والرب يفتح العيون، وأنه معرفة مجد الله تملأ كل شوارع وكل مدينة وكل قرية في الجزائر، ويعرف الجزائر تكون للمسيح في اسم الرب يسوع المسيح، آمين. يفتح البصر والبصيرة. مانوشكا أوديشو، ممكن صلاة شفاء لأخي ويليام في سيدني، يعاني في حالة من حالة نفسية وكآبة شديدة لسنوات طويلة في اسم الرب يسوع، كما قال يسوع روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح في اسم الرب يسوع، من أجل ويليام في سيدني، آمين. دلال دي، I would like to request prayer for my daughter Naomi. She is 6 years old with a genetic disorder called SAT-B2 associated syndrome. She is unable to speak. She has ADHD and is unable to communicate when she needs to go to the bathroom. She has an abnormality with her left foot
and she will most likely become worse as she gets older. I request prayer for my baby Naomi, for God to send his protection over her, for his love to be surrounding her and with her wherever she is and whoever she is around. Thank you, Dalal from Sydney, Australia. In Jesus' name, we believe in Jehovah Rapha, the Lord, our healer, the God who took our infirmities on the cross and he bore our sicknesses, and it is written, by his stripes we were healed. In Jesus' name, all these requests to be healed and to be touched, in Jesus' name, amen. Salat Shifa لأختنا دلال كل يعني طلبت صلاة من أجل يعني شخص في نعومة 6 سنين. الرب يتدخل بشفائها الكامل. نادية عيط الدجودي من أجل عائلة زوجي مصاب بالسكري وبنتي بفقر الدم وأنا مصابة بضغط الدم. ومن أجل بيت أهلي إنه ينعموا بالسلام، خاصة أخي لا يحب أبي ولا أمي، تقريبا عنده كوابيس في الليل، لا يتكلم مع أخواته، لا أعرف إذا كان سحر أو ماذا. على فكرة أنا عابرة من 15 سنة بصلي في اسم الرب يسوع المسيح. Glory to God. Glory to Jesus. المجد للرب يسوع المسيح يلمس ويشفي كل العيلة، كل العيلة في اسم الرب يسوع المسيح. يا أختي نادية، من السكر وضغط الدم، وإنه أخوك الرب يلمسه ويكسر كل أعمال سحرية وكل شيء مكتوب ضده، كل آلة صورة ضده لا تنجح في اسم الرب يسوع. منصلي من أجل شفائه الكامل وحريته الكاملة. أميرة خشابة، أرجو صلي لوالدي في اسم الرب يسوع. أمال داود تطلب صلاة من أجل ابني وبناتي يرتبطوا بالشخص اللي يرضي الرب يسوع ويتمجد بحياتهم. واذكر نعمة في صلاتك، وأنا أؤمن أنه الرب يسوع الشافي. آمين آمين. وبشكرك على تعب محبتك، وإحنا واقفين معك في اسم الرب يسوع. إحنا واقفين معك أخت أمال، ومنصلي من أجل الابن والبنات والارتباطات كله يتم بحسب مشيئة الرب. وهاي السنة الرب يعطيك سؤل قلبك في اسم الرب يسوع. بيضاء، أرجو صلاة خاصة من أجل خالتي مريم كورية، وأنا متحدة معكم في الصلاة باسم ربنا يسوع المسيح. آمين في اسم الرب يسوع. منصلي من أجل شفاء. هاليلويا. سهاد حكمة سورو، صلوا لابن سلوان وصديقته حتى يرجعوا لإيمانهم ويتزوجوا في الكنيسة. آمين في اسم الرب يسوع. كوركيس أندراوس، أطلب صلاة خاصة لصديقي غانم النجار الساكن في هولندا. هو حاليا مريض وراقد في المستشفى، بمر بظروف صعبة ومحتاج إلى الصلاة كي يشفي ويعود للبيت في اسم الرب يسوع. في اسم الرب يسوع يا أخوي كركيس، منصلي من أجل غانم حتى الرب يلمسه الآن بالمستشفى في اسم الرب يسوع. هون في طلب بدون ذكر الأسماء، مرحبا الرب يبارككو. بتطلب صلاة من أجل شابة عندها خلل من ولادتها أدى إلى أمراض فيها كالعصبية الشديدة وأحيانا البلاهة. كما أطلب الصلاة من أجل والدتها المتعبة جدا بسببها، وهي تمتلك كلية واحدة. يرجى عدم ذكر الأسماء. أطلب من حضراتكم أن تعلموني إن وصلت لكم الرسالة. هاي الرسالة وصلت يا أختي، وهاي إحنا حكيناها بدون ذكر الأسماء. ومنصلي الله يساعدكم، الله يساعدكم على هذا الوضع. أنا بعرف هذا وضع مش سهل، وضع صعب جدا. الرب يتدخل من أجل الوالدة، يعطيها نعمة خاصة وقوة، وهذه الأخت الرب يشفيها من كل خلل ويعطيها الصحة الكاملة في اسم الرب يسوع المسيح. فريال، صلاة من أجل أولادي في الغربة، سهل عليهم يا رب. آمين في اسم الرب يسوع. سناء أرابو،
صلاة من أجل ابنتي اللي تجد عمل كطبيبة، وأرجو شفائي وشفاء كل مريض بعائلتي في اسم الرب يسوع، شفاء وخلاص لكل العيلة في اسم الرب يسوع. خاتون بتروز، صلاة من أجل أبي عمل عملية، بنشكر الرب هو بخير. صلاة من أجل جميع أهلي وأقرباء، الرب يحررهم ويخلص نفوسهم، وشكرا لك. نشكر الرب بالإيمان، الله رح يستجيب مثل ما تطلب، لكن نطلب حتى الرب يتمجد في استجابة الصلاة. وديان خالد محتاجها صلاة لشفاء عيلتي، آمين في اسم الرب، في اسم الرب يسوع. توفيق، صلاة من أجل كل عيلتي شفاء من كل مرض وبركة خاصة من الرب يسوع، آمين. بركة الرب تحل عليكم وشفاء المسيح يحل فيكم. دبة شاهين، صلاة من أجل عائلتي يا رب. يا رب الظاهر في كتير طلبات من أجل العائلات، يا رب نضع كل عائلة اليوم بين إيديك تتمجد وإنك تلمس وتشفي. رشيد نجي، مساء مبارك. أنا رشيد، لدي أبويا قام بعملية جراحية نجحت بفضل لمسة رب، ما زال هناك تحليل أخير من أجل شفاء تام. ندعو منكم كل أخ وأخت صلاة ودعاء لي من أجل خروج نتيجة تحليل مباشرة بشفاء باسم يسوع المسيح. وكما أدعو إلى صلاة المباركة كل أفراد أسرتي ومن أب وأم وإخواتي وإخواني وأزواج إخوتي بشفاء روحي الجسدي ونفسي، آمين. يا أخوي رشيد في اسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع. أعذرني إذا، لأن مرات الأسماء إخوتي الحبايب من القبائل يمكن كل شوية اللفظ صعب، بس الرب شايف كل اسم وعارف كل لفظ، فأعذرني يعني أنا بطلب السماح. فبنفس الوقت إحنا نحط كل العيلة، كل العيلة أخ رشيد في اسم الرب يسوع، كل التحاليل وكل الأمراض تكون 100% مشفية ومعافاة بالكامل. بعدين سهام الصفار، صلاة من أجل ابنته وعائلتها. وأحبائي كمان في طلبات كتيرة غير الفيسبوك اللي عم توصلنا في استجابات صلاة، وفي من موريتانيا، من العابرين، من السودان، من مصر، من فلسطين، من مصر، من كندا، من العراق، كندا، من كندا، من مصر، العراق، مصر، كندا، من مصر، من كندا، وكلها طلبات صلاة من كندا، السويد، كندا، من باكستان، أكبر من العابرين في اسم الرب يسوع، من مصر كمان عابرين، بنت الرب من السويد، في شخص متعصب طلبوا الصلاة من حتى الرب يفتح عقله وقلبه، تامر، وحماية الأطباء والعاملين بالمستشفيات، وكمان بنت الرب. وفي أخ متعصب كمان مرة بطلب الصلاة، وإخوي كاترين من الدول العربية ومن كندا، في من أوروبا، وصلوات من أجل شفاء الفيروس. العاوز أقول كل هذه الصلوات بنرفعها بين إيدين الرب يسوع المسيح، كلها منحطها يا رب يسوع. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر، ها نحن ننشر كل هذه الصلوات كما نشر حزقية صلوات أمامك. يا رب منعرف كل طلبة، كل صلاة صغيرة أو كبيرة، أنت السامع وأنت العامل وأنت المستجيب، أنت الحي القيوم، أنت اللي بتتمجد في استجابة الصلوات. برفع كل هذه الدعاءات والطلبات وكل البيوت المحتاجة للخلاص وكل المرضى المحتاجين للشفاء، وكل يا رب المقيدين المحتاجين لتحرير من أعمال السحر ومن القيود الإدمان في اسم الرب يسوع. ومن يا رب الأولاد اللي عندهم عطل أو عندهم خلل، اتمجد في استجابة الصلاة، وكل مرضى الكورونا تشفيهم. وبصلي يا رب تقضي على هذا الوباء، واستجيب كل دعاء وكل طلبة وكل صلاة في اسم الرب يسوع المسيح، آمين آمين. ورح نستمر بالصلاة، وإذا عندكم كمان طلبات كل فترة رح نرفع هذه الطلبات، ابعتها، وإذا الرب استجاب طلبة صلاة من فضلك شاركنا وشجعنا فيها، وشارك هذا الفيديو حتى أكبر عدد ممكن يأخذ البركة. أنت بتخدم معنا،
خليك شريك معنا في الخدمة، صلي وكمان شارك هذا الفيديو، والرب يكون معك.